خلاه بيسجد وهجم عليه بكرسي، والعناية الإلهية اتدخلت في الوقت المناسب. شاب بيفاجئ إمام مسجد بأغرب تصرف هتشوفه، ما هموش حرمة بيت الله، موقف يقشعر له الأبدان. اللي حصل وقع مثيرة حصلت الساعات اللي فاتت في تركيا بعد انتشار مقطع فيديو وثق اللي عمله شاب في إمام مسجد. البداية كانت مع تواجد المصلين في المسجد بشكل طبيعي، ووسط الصلاة اتفاجئوا باللي عمله شاب، اقتحم المسجد فجأة، ووقت وجود الإمام في الصلاة مسك الشاب ده بكرسي وبدأ يدخل على الإمام ويضربه في راسه. حالة من الصدمة عاشها المصلين في اللحظات دي، ما كانوش مصدقين اللي شايفينه. وبحسب الفيديو المتداول بيظهر الشاب ده وهو بيقف فجأة وقت الصلاة واقترب من المصلين وهاجم الإمام بالكرسي في إيده. العناية الإلهية اتدخلت في الوقت المناسب، خصوصا إن الكرسي اللي كان بيضرب بيه الشاب كان مصنوع من البلاستيك، عشان كده كان تأثيره بسيط على الإمام رغم الإصابات اللي تعرض لها. لكن المفاجأة كانت في اللي عمله المصلين مع رؤيتهم اعتداء الشاب ده على الإمام. بسرعة قطع عدد من المصلين صلاتهم واتدخلوا عشان يحاولوا لحماية الإمام والتصدي للشاب. بعضهم مسك الكرسي منه وبعضهم مسكه عشان ما يحاولش الهرب. لكن في وسط المحاولات دي الشاب حاول فعلا انه يطلع من المسجد ويهرب لما شاف المصلين كلهم محاوطينه ويحاولوا يمنعونه يعمل كده. المثير كمان بحسب الفيديو كان في تصرف واحد من المصلين في الوقت ده اللي اظهر شجاعه كبيره رغم انه كان كبير في السن. الشخص ده دخل وهو ماسك مروحه في ايده علشان يضرب بيها المعتدي اللي كان هينهي حياه الامام، وفعلا بمساعده الشخص المسن وتكاتف المصلين قدروا انهم يمسكوا الشخص المعتدي ده قبل ما يحاول يطلع بره المسجد رغم محاولته للهروب. مش بس كده، ده كمان بسرعه عدد من المصلين استدعوا الشرطه لمكان الحادث وتم القبض على الشاب المعتدي على الامام. وحكى المصلين لرجال الامن كل اللي حصل وان الواقعه كانت مصوره وموثقه عن طريق كاميرات المراقبه وكمان كاميرات بعض المتواجدين في المسجد. قوات الشرطه فعلا القت القبض على الشاب ده، واللي ما انكرش انه عمل كده، بالعكس ده كان معترف بفعلته. مش بس كده، لكن كمان كان واضح انه عازم النيه على الفعل وقاصد الامام بالذات، عشان كده قوات الشرطه والجهات المسؤوله في تركيا قررت تفتح التحقيقات في الواقعه على الرغم انه ما تمش التعرف على هويه الشخص المعتدي على الامام. ده غير كمان ان بعض التقارير كشفت مفاجاه عن الواقعه وقالت ان سبب الهجوم اللي عمله الشخص ده في الامام لحد دلوقتي غير معروف ومش مفهوم. لكن المؤسف كانت في اصابه الامام بسبب الاعتداء عليه واللي تعرض لجروح في اماكن كتيره في جسمه وراسه بسبب هجوم الشاب بالكرسي عليه في بيت الله. الساعات اللي جايه اكيد هتكشف مفاجات اكتر عن الواقعه. خلونا نشوف.